أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فكرة لبكرة. فيروس كورونا أو موضوع السياحة اللي ما فيه السيرة غير الكلام عنه، بس في الأول والآخر بنقول إن في بعض الاحترازات التي أوضحتها وزارة الصحة المصرية داخل مصر، والتي تؤدي بالحفاظ على جميع المواطنين، منها يعني زي ما نقولوا اللي هي الجلوس في البيت، وأطلقوا مبادرة من خلالها اللي هي خليك في البيت، وطبعا أرشدتنا إلى يعني الحفاظ على نفسك وعن أسرتك وعن اللي حواليك وعن الأماكن اللي أنت بتروحها، وده من خلال يعني بعض المراعاة التي يجب أن نطبقها، زي غسل اليدين، زي النظافة التنفسية، من نظافة الأنف والفم، وما إلى ذلك من إيه من المحافظة على الإيه على الشخصية بشكل إيه بشكل عام، وعلى الذين يعيشون إيه حوالينا، زي بيتنا، زي شغلنا، الأماكن اللي إحنا بنروحها. تمام. أنا النهاردة يعني في فقرتي أو في الحلقة اليوم معايا موهبة ممثل بدأ حياته في التمثيل وعاوز يكمل فيها. ففي البداية الأستاذ عبد الرحمن عياط، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. قبل ما نتكلم عن بدايتك في مجال التمثيل، وكلمنا الأول عن الاحترازات اللي أنت أخذتها في فيروس كورونا واللي أسرتك أخذتها. والله بص حضرتك، هو احنا يعني هو الفيروس ده اصلا يعني يعتبر جه مفاجأة للناس كلها، فكل الناس على قد ما تقدر ان هي يعني تاخد احتياطاتها من الفيروس ده، يعني الكحوليات، الكمامة، الاحتياطات دي كلها الانسان برضو لازم يعمل بيها، لازم برضو كمان نتبع لتعليمات وزارة الصحة في الموضوع ده عشان نحمي نفسنا ونحمي اهلينا، لان واحد ممكن يبقى مصاب فيدخل في اسرة فيعتبر بيدمرها كلها. مبدئيا كمان الـ يعني الـ الفيروس ده بيجي بالاخص الناس اللي مناعتها ضعيفه زي كبار السن كده، يعني اهلنا كلهم برضو غاليين علينا فلازم نحافظ عليهم. طبعا طبعا. طب في القرية بتاعتكم يعني اخذوا اللي هي تطهيرات البيوت، تطهيرات الشوارع، المجالس المحلية عندكم والله عاملين ايه؟ والله حضرتك بص، الى حد ما في ناس برضو مستهترة، بس في ناس الاكتر طبعا هما اللي مهتمين، يعني بياخدوا بكلام وزارة الداخلية، كلام وزارة الصحة، تمام. تمام، فهم متابعين الحاجات دي. يعني عندنا الأسواق أصلا يعتبر شبه ما فيش خالص، الأسواق، المحلات على المواعيد اللي قالت عليها وزارة الداخلية، يعني كله ماشي بنظام تمام، مفيش أي حاجة. في يعني بعض الاستهتار التجديدات يعني، في يعني استهتارات كده بس بسيطة، يعني مش كتيرة برضه للدرجة اللي هي بس ده من المواطن نفسه يعني، هي الجهات المعنية أبدت ما فيها من لا إصدارات الناس قرارات وما إلى الناس ذلك. الناس بصراحة يعني تمام، قرارات سليمة، بينزلوا الشارع، بيأمنوا على الناس، كل حاجة تمام، بس يعني في بعض الناس بس هي اللي بتبقى مستهترة شوية، بس لو احنا تعاملنا مع الناس دي وتعاوننا معاهم ان شاء الله مش هيبقى في اي حاجة والأزمة تعدي على خير بإذن الله. ونحمد ربنا اللي يعني حالات الإصابة داخل مصر يعني مش زي الدول التانية، يعني احنا أقل دول العالم في حالات إصابة من فيروس كورونا. يعني لحد امبارح كان حالات الإصابة وصلت ل 442، يعني حالات بالنسبة للدول التانية قليلة جدا أو منخفضة، وفقا لما أصدرته وزارة الصحة المصرية. ويعني كل الشكر والتقدير لوزارة الصحة وللقرارات التي تصدرها للحفاظ على مواطنيها. طبعا، تمام وبعدين احنا احسن من غيرنا برضو كتير، يعني بمعنى صح. تمام. طب يعني انت داخل بيتك اخدت ايه احترازاتك؟ يعني بتطلع دلوقتي من والله البيت ولا؟ المطهرات يعني كل شوية بنطهر، في نفس الوقت السطوح اللي هي بتاع البيت برضو عندنا فيه اهتمام شوية، لان ست الوردة برضو كبيرة في السن، عندنا ناس كتير قوي في القرية بتاعتنا برضو ناس كبيرة في السن، فلازم كل يعمل احتياطاته، لان انا زي ما قلت لحضرتك ان واحد ممكن يدمر اسرة تمام. فحتى الناس اللي هي جاية من بره، عندنا في الفيوم ناس كتير قوي كانت في ايطاليا وكده، فالناس اللي هي رجعت دي يعتبر في ناس اصلا ما خضعتش للتحليل، والتحليل المطار بس اللي هما درجة الحرارة وكده، فده يعتبر ما بيعترفش بيه، لانه لازم يعمل مسحة الاول عشان يطمن على تأكد نفسه، من عشان يتأكد عن نفسه. في عندنا ناس في تطون بصراحة محافظة الفيوم،
عملت الموضوع ده، وفي ناس مستهترة برضو بعد ما جت نزلت الشارع وتسلم على الناس عادي. فالناس لازم برضو يعني، انت جيت ما تدمرش اسرتك، لا اطمن على نفسك تاني، روح الحجر الصحي، اعمل مسحة واطمن على نفسك وارجع لأهل بيتك تاني. او في يعني بعض الفئات اللي العماله الغير منتظمه واللي بيطلع ان هم يجيبوا اليوميات بتاعتهم كل يوم يعني من الشغل وما الى ذلك. ده وزاره القوى العامله يعني وفرت لهم مبلغ حوالي 500 جنيه لحين زوال تلك الازمه اللي هي فيروس كورونا طبعا، وده يعني حاجه عظيمه بالنسبه للفئات اللي زي العماله الغير منتظمه. ونتمنى يعني مزيد من التقدم والازدهار في العملية التنظيمية داخل مصر على جميع الوزراء. تمام. طب موضوعنا النهاردة يعني هو عن بدايتك أستاذ عبد الرحمن في موهبة التمثيل وما إلى ذلك. كلمنا في البداية عن نفسك وإزاي بدأت في موهبة التمثيل. والله بص حضرتك يا أستاذ مصطفى، هو الموضوع بدأ معايا من حوالي 7 8 سنين. ماشي، أنا جريت في الموضوع أصلا كتير قوي علشان اوصل، بس هي المشكله في ايه؟ ان الموضوع ده يعني في ناس بتاخد بعقول كتير قوي، وفي نفس الوقت في كذب كتير برضه، بس الناس الصادقه بصراحه يعني قليله قوي. في مكاتب كاستنج كتير انا رحتها، منهم ناس كويسه ومحترمه جدا، ومنهم ناس بتقول اي كلام وما بتعملش حاجه. يعني انا حاولت كتير قوي ان انا اطلع باي امكان، تمام، يعني اي حاجه ممكن اعملها. في ناس كتير قوي يعني نصحتني الاول ان انا اعمل ورش تمثيل على اساس ان انا حتى لو عندي موهبه انميها من خلال ورشه التمثيل وكده. تمام. فعلا انا رحت ورشه قبل كده، بس للاسف انا ما كملتش فيها لظروف خاصه. يعني ناس محترمه جدا، المخرج خالد ابو بكر يعني بيعلمك فن التمثيل، كل حاجه، الارتجال، كل حاجه عن التمثيل بيعرفها لك، تمام. بس هي الفكره في ان الموضوع نفسه بيبقى فيه كذب كتير. في ناس محترمه كتير قوي بصراحه على راسي يعني، وفي ناس تانية يعني ما تاخد لهمش باي في كلام خالص. مكاتب يعني موثقه ممكن في موهبه مكاتب زي ناس محترمه كتير، ناس كويسه جدا، وفي مكاتب تاني مفيش، يعني طب ياخدوا من الناس بس فلوس ما يعملوش اي حاجه. طب يعني انت تنصح الناس اللي في مجالك يعني تنصحهم بايه؟ يروح المكاتب منين؟ يعني مكاتب مثلا زي المكتب اللي في الدقي بتاع الاستاذ حازم الاسواني، مكتب الاستاذ كريم السبكي، المكاتب دي يعني في مكتب تاني كده في المعادي تقريبا، في مكاتب كتير قوي الناس دي بتبقى صادقه تمام. ماشي وكويسه وممكن تطلعك في اي حاجه. بس هو الموضوع ده يعني للناس اللي هي مش دارسه بيحتاج صبر اكتر، بيحتاج صبر كتير. اللي مش دارسه الموضوع نفسه يعني. اللي مش دارس تمثيل مثلا، ما دخلش معهد حاجات زي كده، يعني معهد تمثيل، معهد فنون مسرحيه، تمام. الموضوع بيبقى صعب عليه اكتر. انت واخد يعني الموهبه دي كهوايه ولا يعني في شغل تاني اساسي ليك بتدخل منه؟ انا اصلا فني دش وكاميرات، تمام، ده شغلي الاساسي. بس هي الموهبه، انا معنى ان انا في الشغل بس انا مش ناسي الموهبه، تمام، يعني ماشي فيها بقدر الامكان. اي نعم انا مش محتاجها عشان فلوس، تمام، بس انا محتاج ان انا يعني اوصل اللي عندي للناس. انا مش بدور عليه على الفلوس، الحمد لله ربنا يعني كرمنا في شغلي تمام الحمد لله. بس انت حابب انك تكمل في موهبة التمثيل وعاوز يعني توصل لحاجة معينة. اه طب لو يعني لو وصلت ان شاء الله يعني وبإذن الله، يعني تحب تشوف مين مثلك الأعلى ترحب بيه؟ يعني هو كان مثل الأعلى ربنا يرحمه بقى الفنان سامي العدل، ده كان حبيبي، كان أسطورة، أنا بحب الراجل ده جدا، كنت يعني من أشد الناس اللي كان نفسي أشوفها في العالم كله مش في مصر بس، هو الأستاذ سامي العدل، وللأسف ربنا يرحمه يعني. كنت شايف يعني في ايه يعني اللي لفت نظرك بان يعني هو يكون مثلك الأعلى؟ الراجل ده بص موهوب لدرجة إن هو يخليك يعني دوره مثلا في مسلسل ريا وسكينه، يعني يخليك تصدق ان هو الشخص ده نفسه اللي عمل الجريمه وهو اللي مشترك فيها، تمام، يعني بيتقمص الشخصيه لدرجه ان انت واقعي يعني بشكل حقيقي ليه. بيتقمص الشخصيه، بتحس ان هو ده الشخص فعلا، ده مش ممثل، لا ده هو الشخص فعلا. فده اللي بيعجبني فيه. حاجات كتير كمان ان هو كان راجل خلوق برضه مع الناس، يعني كل حاجه
زملكاوي برضو زي يعني وطبيعته يعني المميزات اللي عنده متوفرة يعني عندك بقدر الإمكان. هو يعني كان مثل الأعلى والله. طب يعني انت بتميل للتمثيل النهين الاكتر، الاكشن ولا الكوميديا ولا الادوار النهين اللي حابب تمثل فيها؟ بص، هو الممثل لازم يكون برضو متنوع، يعني ليه في كل حاجة، يعني دراما اكشن تراجيدي كل حاجة. بص، الممثل لازم يكون ليه فيها، بس انا ميال اكتر للكوميدي، مع ان الكوميدي اصعب حاجة في التمثيل، اصعب حاجة ان انت تضحك واحد. اصعب حاجة في مجال التمثيل الكوميدي. ان انت تضحك واحد. هو السهل ان انت تبكيه باي مشهد، ممكن تبكيه، صح. انما الصعب ان انت يعني صعب قوي لما تضحك واحد. بس اللي عنده موهبة جامدة وفي نفس الوقت دارس برضه جنبها يعني لازم أن يكون اي واحد يبدأ في مجال التمثيل لازم أن يكون دارس الحاجة اللي هيشتغل فيها او الموهبة اللي عنده. يعني الدراسة شيء والموهبة شيء، تمام. تمام. بس هي اللي في ناس عندها موهبة، يعني زي الناس بتاع زمان، أستاذ إسماعيل ياسين، عبد الفتاح الأسري، الناس دي كلها ما كانش يعني متعلمة تعليم عالي، يعني فيهم اللي كان متوسط، فيهم اللي كان فعلا، بس هو يعني الموهبة ديت يعني من الممارسة ليها، من حضوره لورشات تمثيل وما إلى ذلك بياخد يعني. خبرة أكتر. طول ما هو بيلف على المكاتب، بياخد ورشة ورشتين، الحاجات دي كلها بتنفعه بعد كده، ان هو بيبقى يعني متمكن اكتر، صح بدل فعلا، ما هو مثلا موهوب مهزوز شوية، لا هو بيبقى متمكن اكتر. بتديله الثقة في نفسه ان هو يكمل يعني. ان هو يمثل في حاجة طب زي في كده. حاجة النهاردة محضرها لنا ولا؟ انا محضر مشهد صعيدي كده ان شاء الله. طب ممكن تقدمه لنا دلوقتي؟ او حاضر. اتفضل. الموضوع ابتدى من قصة صعيدية، تمام، بتحكي عن الطقر. الطار في الصعيد بيحكي عن ايه، بيتكلم عن ايه، ازاي ان الامهات يعني بتعمل ايه في المواقف اللي زي كده، ازاي الفكر نفسه الحديث من القديم بيعمل ايه. تمام. تمام. القصة بقى بتقول ايه، بتقول حول اتنين تلاتة، ابويا مات وانا صغير، ابوي مات وانا صغير، ام ربطني علمتني حفظتني، كانت كل يوم تقعد وياي تقول لي اللي قتل ابوك يا ولدي يبقى سالم، سالم محفوظ يا ولدي، كانت كل يوم تحفظني الكلمتين دول، تكتبهم لي على يدي وتقول لي اللي قتل ابوك يبقى سالم، سالم محفوظ يا ولدي. وكانت بوي مات وكانت تقعد وياي انا وهي قدام تحت القمر قدام الزرع، وكانت تقول لي ما تاخدش صاحب يا ولدي، صاحبك هو الرشاش، الرشاش في يدك هو صاحبك يا ولدي. كنت اعجل الكلام واقعد ويا الرشاش واتحدث معاه ويكلمني واكلمه بصوت منبوح، واقول لنفسي يا ترى انا قاتل ولا مقتول، لحد ما في يوم ما طلعت له الشمس يوم اسود غطيس، لقيت واحد وسط الندى عم بيقول سالم واد محفوظ جه، سالم واد محفوظ جه. جريت على الدار وخدت صاحبي في يدي اللي هو الرشاش، خدته في يدي وجريت على بيت محفوظ. ولما وصلت للدار لقيت الباب مفتوح، زقيت الباب لقيتني وسط في صحن الدار. ساعتها انا ما اتكلمتش، الرشاش هو اللي اتكلم، واحد اتنين تلاته طخيتهم كلهم، وجريت على امي قلت لها يا امي انا خدت بطار ابوي. امي خدتنا وجرينا على تربه ابوي وقالت له افرح ونام في تربتك ولدك، خد بالطار يا ولدي، خد بالطار يا جوزي. تمام. تمام كده. بس انت هي يعني قصه طويله. هو ده دور اصلا بيعمله واحد صاحبي حاليا ممثل مسرح. تمام. بس انا عشان ميال للكوميدي اكتر، فاللغه الصعيدي بالنسبه لي ما بين يعني مش متمكن مش فيها. متمكن يعني انت لسه عاوز يعني تنمي مهاراتك شويه في طبعا التمثيل انا وكده. لسه اليومين الجايين دول داخل ورشه. طب يعني هتشتغل على ايه وهتعمل ايه عشان توصل انا ان شاء الله، للاكتفاء بص، من مجال التمثيل؟ طبعا يا استاذ مصطفى، هي يعني انا بشجع اي واحد عنده موهبه لازم ينميها، ان هو لازم يقدم في اي مكتب كاست برضه، يعني كل مكتب كاست
روح عليه. المشكله في مكاتب الكاست بقى ايه؟ اشمعنى يعني مكتب كاست ما فيش يعني ورش تانية للتمثيل؟ لا ولا في ورش كتير قوي. طب ايه يعني شغلة مكتب الكاست ده بيعمل لك ايه يعني داخل مكتب المكتب؟ الكاست ده مثلا يعني ممكن يبقى بيعملوا مسلسل وانت بتروح مثلا يعني يشوفك يقول لك مثلا احنا عايزينك معانا في دور صغير، تيجي صدفه كده فياخدك معاه في مسلسل او فيلم في دور صغير، فممكن تطلع من الحته دي. وبعدين في حاجه بقى يعني مكاتب الكاست كلها اصلا انت لما بتروح يعني ما بقولكش وريني انت هتعمل ايه قدم لي، لا بقولك سيب صورتك وامشي. فده غلط ويتواصل بصراحه. معاك بعد كده. اصل الصوره مش هتمثل، الموهبه اللي هتمثل. صح، ده حصل معايا انا كذا مره. ما يملكش يعني تيست او امتحان داخل المكتب لا نفسه لا في اللقاء؟ كتير قوي، قليل قوي اللي بيعمل بقى كده. اللي بي يعني زي الاستاذ حازم الاسواني، الراجل ده محترم جدا. وفي مكتب تاني برضو في المهندسين في شارع سوريا، برضو انا مش فاكره لان انا رحت من حوالي 3 4 سنين. فهي المشكله في مكاتب الكاست في كده، ان هو بيقول لك سيب صورتك، يعني ما بيقولكش وريني مثلا موهبتك اعمل لي حاجه كده. لو الاكل مش كويس مثلا يعني بكل احترام كده بيقول لك لا خد ورشه عشان تبقى احسن من كده، انما هو ما بياخد منك الصوره وخلاص بينساك. فالاحسن ان انت تطلع من خلال ورشه، والورشه دي كلها برضو ايه، ان هي بتضمن لك حاجه بعد كده، ان هي تطلعك مثلا في مشهد صغير بعد كده في اعلانات تلفزيون، على اساس ان هي تطلعك واحده واحده. الورش هي اللي بتطلعك يعني كأدوار كومبارسة أو ما إلى ذلك يعني في أدوار التمثيل. ومش غلط على فكرة إن الواحد يبدأ كومبارس، يعني لا نجوم مش كبير غلط، أوي. هو لازم أي واحد في البداية لازم يعني يشوف إيه الطرق اللي قدامه الأول ويمشي فيها لحد لما يوصل للنجومية زي ما بيقولوا، أو يوصل لحد بالاكتفاء في مجال التمثيل. طبعا طبعا. طب أنت يعني بدأت في مجال التمثيل من إمتى وأنت عمرك قد إيه دلوقتي؟ يعني انا عندي دلوقتي 29 سنة. يمكن الكلام ده اللي حببني فيها من زمان بتاع 7 8 سنين دلوقتي. تمام، يعني 7 8 سنين وانا بجري في الموهبة دي، ورحت اماكن كتير، بس لسه طبعا التوفيق ده بتاع ربنا وهو لسه ما جاش. فالفترة الجاية ان شاء الله انا هقدم في ورشة يكون ناس يعني كويسة بتفهم في فنون التمثيل والحاجات دي، وهقدم فيها ان شاء الله وربنا الموفق بقى باذن الله. بإذن الله. طب يعني تحب تشكر مين اللي ساعدك في وقف جنبك يعني عشان تدخل مجال التمثيل ويكون عندك موهبة التمثيل يعني وحبيبك فيه؟ يعني انا ليا واحد صاحبي ربنا يبارك لي فيه يا رب، ده اسمه محمد وشهرته شرشر، بس انسان محترم وحاليا في السعودية دلوقتي، بس انسان محترم جدا دايما بيقف جنبي بيشجعني، حتى لو كان ان انا اطلب منه اي حاجة ما بيتأخرش عني بصراحة، دايما بيشجعني. يعني مؤمن بموهبته، مؤمن ان انا هعمل حاجة ان شاء الله حلوة. في نفس الوقت انا ليا اخويا برضو اسمه شعبان، ده برضو واقف جنبي في ظهر على طول، واهلك وكتير بيقفوا معاك يعني، وبعض زمايلك بيسندوك يعني في موهبة التمثيل وما الى كتير ذلك. قوي بيشجعوني. يعني الناس اللي انا بقول لك عليها دي هم اللي شجعوني اصلا ان انا اجي النهارده، وقالوا لي روح. هم بيشكروا في حضرتك جدا، يعني برنامج كويس، ناس برضو حباه، بيطلع ناس كتير مواهب، بيطلعهم للنور على قد ما يقدر. واحنا والشكر بنحاول للجميع. نساعد يعني اللي زي حضرتك برضو يعني المواهب اللي عاوزه توصل صوتها للمسؤولين وما الى ذلك، طبعا وعاوزين يوصلوا لمجالهم. طب يعني في دور كوميدي تحب تقدمه ولا مش جاهز حاليا؟ والله الحقيقة مش محضر أي حاجة دلوقتي، بس يعني إن شاء الله لما أجي طب بعد كده هكون محضر حاجة يعني كويسة. قمص لنا دور كوميدي كده، او احكي لنا عن دور كوميدي عجبك في يعني ممكن المشهد. أحكي لك على موقف حصل معايا هو كوميدي. طبعا إحنا كنا في مرة عندنا في البلد، فطبعا في واحد عندنا انت من يعني البحيرة استاذ؟ انا اصلا من الفيوم، الفيوم. محافظة الفيوم، مركز سنورس. سنورس ده يعتبر يعني تاني مركز لمحافظة الفيوم بعد مدخل بحيرة قارون وكده. في مكاتب للتمثيل ورش ولا بتيجي القاهرة هنا؟ لا للاسف هو هناك يعني الحاجات دي قليلة قوي. كان طبعا الفنان محمد ابو الوفا انا شفته حوالي مرتين، الله يرحمه برضه، كنت حضرتك تعرفه، اللي هو كان طالع في مسلسل ابن حلال بتاع محمد رمضان، كان اسمه عم كامل. ايوه. فالراجل ده كان من عندنا من الفيوم، انا شفته مرتين في قصر ثقافه الفيوم، وهو برضه شجعني، بس شجعني وقال لي في نفس الوقت ما ينفعش اشجعك على كده وانت داخل برضه ايه
عندك الموهبة بس ما تعرفش تنميها ولا تعرف تعمل ما حاجة. تدخلش عليها مرة واحدة كده، لازم يكون في طرق أو عناصر تمشي عليها الأول. طبعا. فهو قال لي ده غلط بالنسبة لك، حتى لو عندك الموهبة ده غلط، لازم تدخل يعني ورش تمثيل الأول، تاخد فكرة وتاخد خبرة وتنمي نفسك، تمام؟ وبعد كده تبقى هتدخل بقلب جامد، تعرف ازاي تقف قدام الكاميرا، ما تخافش منها، لان اغلبيه الناس حتى اللي بيبقى حافظ كلام كتير قوي بيجي قدام الكاميرا وبيخاف، بيبقى مرعوب من جواه، فما بيعرفش يتكلم ولا يعرف يعمل حاجه. تمام. يعني بعيد عن التمثيل شوية، يعني انت الشباب اللي زيك او اللي اصغر منك او اللي اكبر يعني وقاعدين دلوقتي ويقول لك ما فيش شغل او الحياة صعبة، يعني تحب تنصحهم بايه او تقدم لهم نصيحة ايه؟ يعني بص، هو الشغل كده كده الشغل كتير قوي، بس احنا لو نسعى وفي مشاريع يعني بأقل فلوس وبتدخل لك راتب كويس برضه يعيشك ويعيش أسرتك، تمام؟ فالإنسان فينا لازم يكون محارب، لازم يكون يعني يعني يقدر يقول لك على نفسه شوية في حتة الشغل القطاع دي. الحكومي لازم نشتغل في القطاع الحكومي، لازم في أي مؤسسة، لا مش لازم في أي حاجة، عادي. ما ممكن أنا يشتغل في أي قطاع. طبعا اشتغلت حاجات كتير قوي، يعني حاجات ما حدش يقبلها اصلا، بس هو الشغل عمره ما كان عيب. في نفس الوقت الانسان لازم يكون طموح، لازم يحاول، يعني لازم يسعى عشان يلاقي اللي هو بس انت عاوزه. ما تقوليش بقى انا هقعد وهلاقي، فطبعا مش هلاقي، ربنا بيقول لي سعى عبد وهو نازع معاك. واللي عنده يعني موهبة زي حضرتك برضو يعني لازم ينميها ولازم يطلعها يظهرها للناس ويعرف الناس بيها وكده. طبعا. بس انا يعني انا مش فاضي جدا لموضوع الموهبه ده، لان انا ايه، موضوع التمثيل ده جنب شغلي، برضه هواية جنب شغلك مش أكتر. هوايه جنب شغلي، لان انا زي ما بس قلت شغلك لحضرتك الأساسي اللي هو انا صيانة. فني دش وكاميرات، تمام. تمام؟ بعمل شغل زي كده برضو مع مهندسين كتير، بشيل شغل معاهم، بس هي الموهبه جنبيهم، بس الاكتر بالنسبه لي اللي هو الدخل بتاعي، لان دخلي يعتبر هو اللي معيشني ده برضو. الحاجة الأساسية اللي هي ممكن فان انا لو فضيت للتمثيل يعني هلاقيني اتعثرت جامد، ان انا مثلا مش قادر ان انا يعني امشي المشاوير دي، اشوف ورش، فعلا. فالشغل هو اللي ساندني جنب ده. ولو لو في وقت، سبت الشغل مش هلاقي ده، لو لا معاك هلاقي ده وقت ولا هلاقي ده. فارغ ولا حاجة بتخش في مجال التمثيل، لو في ورشة عاوز تحضرها ولا حاجة بتروح. لو لو انت في ورشة وفي وقت انا عايز اروح مثلا بروح عادي. بس هو موضوع الشغل بينفع جدا، ان انا حتى لو دلوقتي سبت شغلي واتفرغت للتمثيل، ما انا مش هلاقي ان انا حتى اركب مواصلات او اعيش بيتي، ان انا رايح جاي، لا فمش مش هتيجي، صح. ابو بالين كداب زي ما بيقولوا. فطبعا انا الحمد لله معتز بشغلي جدا، في نفس الوقت بدور برضو على فرصة تكون كويسة، يعني هقدم في ورشة اليومين الجايين دول، وربنا يوفقنا ان شاء الله رب العالمين شايفك طموح يعني بإذن الله، يعني ربنا يوفقك، بإذن الله. ويا ريت يكون الشباب زي حضرتك يعني بالظبط. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى، والله انا بنصحهم بكده، لان القعده من غير شغل اصلا يعني هي ملل في ما نفس تنفعش، الوقت. يعني لازم يسعى ولازم يشتغل، حتى لو ما شباب لقاش يعني القطاع الحكومي اللي بيدور عليه، في قطاعات خاصة، في مصانع كتير قوي، ممكن يعمل مشروع خاص بيه، وهناك القروض متوفرة يعني وبأقل الفائدة دلوقتي. كتير قوي الحكومه يعني عامله تسهيلات كتيره حلوه برضو للشباب، في نفس الوقت بيعملوا برضو مساكن. فالإنسان فينا لو اشتغل ممكن تقدر تجيب شقة بالتقسيط على قد دخلك، تقدر تتجوز لو انت مش متجوز، حاجات كتير قوي. انما انا لو قعدت من غير شغل، طب لو قاعد مستني اللي هي الوظيفة الحكومية مش هيلاقي، مش هتشتغل، فانت لازم تسعى عشان تلاقي بعد كده. صح. فاللي هيفضل قاعد ده طبيعي ان هو مش هيلاقي، يعني كله لازم يحاول وكله لازم ينزل. فربنا يوفق الجميع، اليومين دول بالذات بقى محدش اليومين دول ينزل. يعني كله بيمر بأزمة صعبة اليومين دول، الأزمة دي مشكلة والله. ويعني ندعو ربنا ان يطلع مصر آمنة مطمئنة من تلك الأزمة اللي أصبحت يعني زي الإحصار علينا، طبعا إن شاء الله يعني ربنا مشكلة والله، يفرجها بس علينا هي بإذن الله. أزمة إن شاء الله وربنا يشيلها عننا، بس هي الناس تهتم شوية، يعني الحكومة مهتمة على أقصر حكومة وضع. يعني على آخرها يعني، مهتمة على أقصر وضع بصراحة، من الواحد الناس شايف في الشارع وكده، الناس مهتمة وكل حاجة، مختلف بس هو القطاعات شغالة الشعب دلوقتي يعني. محتاج يتعاون معاهم، عشان ايه يعني لو الشعب سمع كلام الحكومة ان شاء الله مش هيبقى فيه اي حاجة، صح، الناس تقعد بس في البيت كده لازم يكون عنده وعي، وعي المواطن يعني أهم حاجة، ودي الأساس الأول، إن قرار زي اللي صدر من وزارة الصحة يعني
المواطن لازم يكون عنده وعي ليه، ان هو ينفذه، ان هو يطبقه. قال لك خليك في البيت، يعني خليك في البيت، يعني هو تمام كده تمام هو في الاول والاخر يعني خايف على صحتك انت، انت مش تمام هتضره في حاجه، وخايف على صحه اسرتك وما الى مظبوط. ذلك. طيب الناس اللي بيقولوا طب انا بشتغل باليوميه، زي ما قلنا احنا قلنا ان وزاره القوى العامه وفرت لهم مبلغ وفرت لحين مبلغ زوال تلك الازمه. ان هو يعني يسند معاهم شوية و هو يعني يعني هو مش مبلغ كبير، بس يعني نقوله ممكن يمشي الحال شويه لحد اصل انا لما يعني نمر من الازمه ديت. اصل كل يعني اغلبيه الناس اللي هي الغلابه اللي رزق يوم بيومه، هو كله اللي مزعله بيقول لك ايه، طب انا لو قعدت النهارده هجيب منين، طب مش عارف ايه. في ناس كتير قوي زيك برضو مش لاقيه، بس قاعده برضو عشان تحمي اسرتها، ما انت لو طلعت يعني هتموتهم، هتموتهم برضو. فعلا فانت اقعد في بيتك احسن، يعني تعال على نفسك شويه، مشي دنيتك اي حاجه اليومين دول لحد ما الازمه تعدي لحد واستحمل، لما يعني الوباء كلنا ده نيجي على نفسنا شويه. يزول شوية ونقضي عليه، يعني بالتعاون يعني هنقضي عليه وفي أسرع وقت بإذن الله. بالتعاون، وفي نفس الوقت لو عملنا زي الدول بتاع بره بيبقى فيه اهتمام اكتر. هنا ده برضو ان شاء هنا الله لو الناس الاهتمام يعني اهتمت واسع، يعني سواء من جهة القوات المسلحة، من جهة معظم القطاعات شغالة يعني في أقصى جهدها دلوقتي عشان الناس تساعد الناس وعشان تحافظ على صحتهم مش أكتر. الناس بصراحة يعني مش مقصرين في أي حاجة، لا وزارة الصحة، رئيس الوزراء كمان يعني كلامه كله برضه معقول كويس، بس هي الناس محتاجة تهتم بس بكلام الحكومة شوية، نتعاون معاهم هيكون أحسن لينا وليهم وللناس كلها بإذن الله. وإن شاء الله هي غمة، وزي ما حضرتك ما قلت بإذن الله هتمشي قريب، وربنا يستر علينا كلنا بإذن الله تمشي إن شاء الله رب العالمين. تمام. يعني تحب تشكر مين في آخر لقائنا؟ يعني توجه لي رسالة شكري وتقدير. يعني أنا أوجه الشكر لأسرة البرنامج أولا، أستاذ شكرا المخرج لك، وحضرتك المصورين، أنتوا ناس بصراحة ناس كويسين، برنامج جميل بيطلع شكرا. مواهب، من البرامج اللي عجبتني جدا، يعني قليل أوي اللي تلاقي برامج اليومين دول وبلغ يعني بتطلع لو في موهبة. زميل عندك وعاوز يعرض، احنا موجودين يعني وبنسمعوا ليه، في كتير واحنا قوي، في يعني انا الخدمة في أي وقت. هنشر على الصفحة بتاعتي ان شاء الله البرنامج هنا بإذن الله. يعني البرنامج يعني عجبني جدا. احنا موجودين معاه في اي وقت، احنا تحت امره، واحنا نفسنا نساعدكم، نفسنا نوصل صوتكم للمسؤولين. طبعا ربنا يخليك. تمام. انا يعني بشكرك استاذ محمد في اخر لقائي، واتمنى نكون بينا لقاءات عديدة ربنا يخليك، باذن الله، تسلم يا استاذ. وندعو الله ان نمر من تلك الازمة التي يا اصبحت يعني احصارا بشكل واضح. يا رب ربنا يشيل عنا وعن الناس كلها، يا رب. وشكرا لحضرتك وشكرا جدا. شكرا ليك. وكده أعزائي المشاهدين قد انتهت حلقة اليوم من برنامج فكرة البكرة. استنونا يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على قناة الصحة والجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.